اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج راب نايت، معكم فارس. والنهارده هنتكلم عن كليب كيفي كده لويجز وديسكو مصر، الاغنيه الرسميه للتيك توك اخر شهر تقريبا. تراك معلم مع الناس من قبل ما ينزل اصلا، ومن ساعه لما اتغنى في الحفله الاونلاين بتاعت مينلي. تقريبا اكتر تراك كاتشي انا سمعته السنه دي، اكتر تراك علق معايا من كتر ما الكورس بتاعه، فاهم كده؟ ومش الكورس، هو التراك كله حرفيا انت بتسمعه كده وتقعد ايه تدنا كيفي كده كيفي كده. فيلا انا النهارده جاي اتكلم عن الكليب اكتر، واللي انا انبهرت لما عرفت ان مين المخرج بتاعه هو خالد مختار. انا اللي اعرفه عن خالد مختار ان هو بيعمل فيديوز على السوشيال ميديا، بس انا ما كنتش اعرف ان هو مخرج صايع كده. فاحنا محتاجين نتكلم عشان عندنا كلام كتير، ويلا بسرعه. تحياتي للي كنت بعتبرهم اخواتي. راكب عربيه جولف وحاطط العصيان بتاعه الجولف في بروب شبه الببرونه، عشان هو بيجي وفي ايده رياضه. بجد يا جدعان، مين اللي فكر في التفكير ده؟ صعب جدا صعب جدا. وفكره ان اصلا المشاهد كلها بتاعت الكليب كلها ليها معنى وكلها ليها مغزى وكلها بتتحرك، مش لوكيشنز عشوائيه، مش متصوره بس الهدف الصياعه، لا كل حاجه بتخدم ستوري، فاهم؟ ولسه هنكمل في الموضوع ده كتير، بس الكليب صعب جدا. باجي وفي ايدي الرضعه عشان اغدي النونه. السلسله دي بتاعت الحسد، وطبعا دي من الحاجات المشهوره في تريكات ويجز، فكره الكف والخمسه وخمسه في عينيكو والحسودين والمش عارف ايه. فهو هنا معلقها في التابلو او في سقف العربيه بتاعت الجولف كار. في الحرب دي انا على وضعي ما جيتش راجل فودنا، وفي الحرب دي انا على وضعي، وهو داخل على الناس وهم بيلعبوا جولف عادي، وعم شايل الكوره بتاعتهم وحاطط كوره مرصعه كده ومتخيط فيها الماظ وبتاع. فالبروبس والادوات اللي مستخدمه في الارت دايركشن في الكليب ده مصروف عليها جامد يا جدعان، وصايعه جدا وفيها تفكير. بتهلفطوا بتقولوا ايه يعني، يا ريتها جابت جمله مفيده. بتهلفطوا بتقولوا ايه يعني، يا ريتها جابت جمله مفيده. لو انت كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده بتقولوا ايه يعني، يا ريتها جابت جمله مفيده، اللي هي يا ريتها بدل اللي هو زي يا ريتها بركت وهي بتخلفك، اللي هو ايه يا ريتها كانت جابت جمله مفيده، كانت الجمله دي كانت هتبقى افيد من كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. بتلوك اكنك معفي اكن الضربه بتاعتي بعيده. بتلوك اكنك معفي اكن الضربه بتاعتي بعيده، اللي هو انت عمال تتكلم عليا كان انا مش عارف اوصل لك، كان الموضوع بعيد عني او ان انت بعيد عن ايدي، بس الموضوع مش كده. عامل الدنيا كما تاكل سوكا كيف كده كيف واللي اقوله همشي. فكره اصلا عامل الدنيا كما تقول سوكا كيف كده كيف هنا، اللي هو سوكا من فيلم ابو علي لما كانت بتقول له هو كيف كده. فهو التراك كله مبني على فكره ان انا بعامل الدنيا دي كلها بالمنطق بتاع سوكا، وكانها مثلا فيلسوفه او حاجه، اللي هو كيف كده انا ماشي كل حاجه على مزاجي. عاشق بلسك متن ضعف اخلاصك، تنمري عليك طازه، عايز اتصق فيا وتقول طاسه. عايزك تثق فيا وتقول طاسه، دلوقتي لما تثق فيه وتقوله طاسه هيقول لك امك رقاصه. طارق تافه جدا بس صايع جدا. فكره ده مبني كله على في التراك كله كرتوني اصلا وطفولي جدا، وفكره ان ويجز راح للحته دي وبالكليب ده مخاطره كبيره. فكره ان انت رابر، المفروض الرابر يبقى ليه الشكل هارد كور كده ويبقى الجانج والصيعه وبتاع، هو هنا لابس الوان اخضر وازرق واحمر وقاعدين في جولف، وفاهم الموضوع ابسط من كده بكتير، وبيهلس على كل الناس دول ولا همه. حفره وادفنه وجاعي، دمعه تيجي ناس على بذري توجعي، تيجي مدى جدر شجر تكبر تطرح اوجاعي، ايه الشغله دي؟ عاجباك اعتبرها الحته دي يعني غزت تيك توك الفتره اللي فاتت، كل الناس عملوا عنها تيك توكات وعملوا عنها فيديوهات وبتاع. احفر حفره وادفن اوجاعي فالدمعه تيجي نازله فتكبر تطرح شجر، ماشي حلو. بس يعني انا حسيت ان من كتر ما الناس عملت عنها فيديوهات على تيك توك الموضوع خلاص بقى يعني اوفر ريتد شويه، وخلاص بقى ما بقاش يعني لطيف زي الاول يعني. عيش بقى باحساسك، شباب تبعها حداثه تبعها خبر. فكره ان هو عامل فكره الكليب بالطريقه دي، هو راجل عنده كاريزما مخيفه وهو عارف ده، ومع ذلك مش بيمثل قوي او مش بيأفر قوي او ما بيستخدمهاش اوفر، هو بيعملها صح. وازاي بيستخدمها بطريقه ذكيه، اللي هو هحطها في كليبات. لو تلاحظوا اصلا ان السنه دي ويجز ما عملش كليبات كتير، هو كان فيه بس حتتك باتتك وده تاني كليب ليه، بس اللي هو انا لما هعمل حاجه هعملها صح، وهعمل حاجه تبين الكاركتر اللي انا عايز اطلع بيها الفتره الجايه، وهي ناجحه جدا. اي نعم انا حاسس ان الكليب اتاخر شويه، كان المفروض يتعمل بعد ما الحفله بتاعت مينلي نزلت، لان من بعدها التراك يعني جاب فيوز على تيك توك بشكل غير طبيعي، كان المفروض ان الفيوز دي كلها تتحط له، وهو نزل الكليب بعد ما الدنيا كانت هديت شويه عن التراك.
ولكن ده ما يمنعش ان التراك كده كده ناجح. التراك جايب معدي 2 مليون دلوقتي في 3-4 ايام. ف يعني ويجز اصلا لو عمل اي حاجه هتجيب فيوز. ما اظنش ان هو بقى بيفكر في الموضوع ده زي الاول. عامل ايه فازلوك كمان بالراب فلو شكشوك اجيب اوتوجن واسيب سكسوكا وعامل الدنيا سامعين الادلبس اصلا ليه اجيب اوتوجن واسيب سكسوكا وعامل الدنيا كما تاكل سوكا. وبعدين المشهد اصلا فكره ان هو عصابه بقى ولابسين اسود ومش عارف ايه وجايبين الفلوس وبياخدوا كاندي والفلوس اصلا بتاعت مونوبولي بتاعت بنك الحظ ومقستكها. في شغل يا جماعه في شغل ومعمول حلو. كيفي كده كده كيفي انا العصابه بتحارب تجار المخدرات بمسدسات الميه. في ايه اتمنى كده. والجو ده فكرني شويه ببازت بازت. بس بازت بازت كان عارف ان هو هلس وكان داخل يهلس وكان التراك كده ده واخد نفس التايب بس واخد الموضوع ليفل تاني خالص. اللي هو المنظر ما يديكش اي احاء ان في اي حاجه طفوليه هتطلع دلوقتي. فاهم المنظر كان جد جدا. انا قلت الكليب قلب ولا ايه. بعدين دخل في حته يا لهوي وازاي بيتقن الهلس بان هو يطلعه شكله جد. فاهم صح جدا. الكليب يا جماعه فعلا مش واخد حقه. فعلا الجمهور زي لما كان بيتكلم عن فري وزي ما كان بيتكلم عن تسلا انا شايف الكلام ده ينافس جدا. يعني انا شايف ان هو يتحط راس براس مع تسلا وممكن يتفوق كمان في حاجات يعني. بس الموضوع فعلا محطوط فيه شغل هايل. هتقولي برودكشن هتقولي مش برودكشن ماشي. فري ما كانش بنفس البرودكشن فاليو دي او بنفس الفلوس بتاعت الانتاج. لكن تسلا انت لو حطيت مع دول هتلاقي ان هما تقريبا نفس التكلفه وناقوا شركتين انتاج كبار. وتسلا كمان كان متصور بره مصر ما كانش متصور هنا. ف موضوع جامد. زن يقولوا ويمشي وما فيش عكس كده هبخني مش هتخني وارد انساك وبفكرني عندي. دي الحته بقى اللي كاريزما ويجز خلاص هتاخد المشهد كله. اللي هو احنا خلصنا المشاهد بتاعه الجولف ومشاهد العصابه وبتاع انا دلوقتي هطلع معايا شويه دانسرز وكوريوجرافرز وهنودي. اختيار باليت الالوان والستايلنج والديكوريشن والسيت ديزاين كل ده في الكليب يا جماعه 10 على 10 من غير هزار. يجي كله سهل طوله بس العمل قل اثبتك ما اثبتش منتهى الصعب ماليش عليه. يعني بجد يا جماعه اللي كان بيتريق على البدله بتاعت مهرجان الجونه البيضاء انتوا شفتوا البدله دي؟ يعني الراجل هي دازنت كير. هلبس اغرب حاجه في الدنيا وهديها الكاركتر بتاعها وهتبقى جامده. هو اصلا الكليب نزل بالتزامن مع وجود ويجز في مهرجان الجونه. فالموضوع ميك سنس جدا ان هو حاطط البلان كلها. هو انا خلاص دي الكاركتر بتاعتي وهطلع بيها. ويجز دلوقتي بقى مش هستغرب لو قلت يعني او مش هبالغ ان هو بقى عارف مطرب الشباب الاول. فاهم جو حميد الشاعري ده في التسعينات ده ويجز دلوقتي اكتر من اي مغني مهرجانات واكتر من اي رابر واكتر من اي مغني بوب ومن اي ميوزك جنر ثانيه. ويجز دلوقتي بقى هو اللي طالع من الاندر جراوند وبيمحي كل اللي فات. ويجز عامل حفله جوه مهرجان الجونه شخصيا جوه المهرجان نفسه. ايه يا جماعه الموضوع انا عمري ما كنت اتوقع ان في رابر ممكن يوصل للمكانه دي بالشغل القليل ده. مش قصدي ان هو ما بيشتغلش بس قصدي ان هو وصل لحاجات كتير جدا في فتره قصيره جدا في الزمن وفي سن صغير. ودي حاجه لازم نفتخر بيها ونقدره. لان حتى لو انت دلوقتي ويجز مش بيعمل نوعيه التركات اللي انت بتحبها بس ويجز ده واحد طلع من عندنا من مشهد الراب بتاعنا من السين اللي احنا كلنا بنحبه وكلنا بنسمع مزيكته ودلوقتي بقى في حته تانية خالص. وهو دلوقتي ما اتجهش للمهرجانات تماما. التراك ده تراك راب عادي جدا. عاجبك او مش عاجبك دي حاجه ترجع لك. بس هو خلى الراب يتسمع في مصر كلها بلا منازع واكتر من اي حد جه قبله. بس كده كمل. يوم احط بنزين فول تانك 98 لو في 108 حلوين احنا على 208 حاطين. فكره ان هو اصلا يوم ما احط بنزين اللي هو يوم ما احس ان انا العربيه خلاص هتفضى فول تانك 98 اللي هو هحط اغلى حاجه اللي اصلا ممكن ما تبقاش موجوده. احنا اللي نعرفه ب 95 هو هيحط فول تانك 98 لو في 108 حلوين. فاهم اللي هو لو في حاجه عندك اعلى حلو احنا على 208 حاطين. اللي هو احنا لو في 208 نفر قدامنا احنا هنحط عليهم برضه. لازم برضو نشكر ديسكو مصر على البيت الجامد جدا ده. نشكر المخرج خالد مختار اللي ابدع في الكليب ده بصراحه.
كل الناس اللي اشتغلوا على الستايلينج، على السيت ديزاين، على الهير ستايلينج، على الديكوريشنز، كل الكلام ده انتوا ناس جامده جدا. الكليب يستاهل ان احنا نبص له بنظره تانية مختلفه عن النظره اللي بنبصها لمعظم شغل الرابرز السنه دي، او لمعظم شغل الرابرز عموما، لان الموضوع هنا واخد سكه محدش كان يجرؤ ان هو يروح لها غير ويجز. فانا مبسوط، اتمنى كمان انتوا تكونوا مبسوطين. شكرا للمشاهده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. كان معكم فارس من راب سين، وسلام. شوكا اجيب اوتوجن واسيب سكسوكا، عامل الدنيا كما تاكل سوكا. كيفي كده كيفي، ولا اقول